السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأفاضل، مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الروح، حيث الحكمة، حيث آي القرآن الكريم والشعر والصوت الجميل في هذه السهرة باسمكم مشاهدينا الأعزاء. أرحب بضيوفي الأكارم، أبدأ مع فضيلة شيخنا الشيخ موسى عزوني. أهلا وسهلا بك شيخ موسى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نرحب بالأستاذ الشاعر أستاذنا الفاضل أستاذ محمد براح. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد. مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ طه. مرحبا بكم للمرة الثانية في برنامجكم حديث الروح، نتشرف كثيرا بحضوركم معنا. المنشد المتميز عبد الرحمن بوجربة. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. الله يبارك فيك أستاذ. مرحبا وشكرا على الحضور معنا أستاذنا الفاضل أستاذ يوسف سلطاني. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف. مرحبا. أهلا وسهلا فضلك أستاذ طه، تحية إليك إلى الأساتذة المتميزين معنا في كل مرة، بارك الله. مرحبا، إن شاء الله نقضي سهرة ممتعة مفيدة قيمة مع مشايخنا وأساتذتنا الأفاضل، كما نرحب بفرقة سماع حاضرة دائما معنا بإتقانها لأدائها مشكورة. نستهل هذه السهرة كما عودناكم مشاهدينا الأعزاء بخير كلام في الوجود بآيات من ذكر الله العزيز الحكيم، يتلوها على مسامعنا ضيفنا العزيز عبد الرحمن بوجردة. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم، شكرا جزيلا لكم عبد الرحمن، أحسنت، بارك الله فيك، سأل الله أن يتقبل منكم هذه التلاوة الطيبة العطرة. نستمع إلى شيخنا وأستاذنا الفاضل ومعلمنا الأستاذ موسى عزوني في شرح بعض معاني هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصف الله سبحانه جل وعلا الغزية والأمة التي أهلت لأن تكون داعية إليه وداعية إلى الخير، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، بصفة سبقت ذكرى
هذه الآية ولتكن منكم أمة في قوله تعالى واعتصموا، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو الأعلم بمراده يقول إن الأمة الهادية التي تصلح أن تقود سفينة نجاة البشرية لا يمكن أن تكون متفرقة فتدعو إلى الوحدة، ولا يمكن أن تكون هادية وهي في ضلال التفرقة. إن التمزق لا ينتج إلا نارا تأتي على الأخضر واليابس فتدمره. ربنا عندما قال واعتصموا فعل أمر، أفهم من الآية أن تحقيق مواصفات الجماعة التي تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وعسى أن تكون مفلحة كنتاج هي أمة اعتصمت بالله ثم ولا تكون كالذين تفرقوا. أمر ونهي وبينهما صفة الجماعة بأوصافها. الأمة الداعية ولتكن منكم أمة جاءت بين أمر واعتصموا بحبل الله، وجاءت بين نهي ولا تكونوا. اعتصموا بالقرآن حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ولا تفرقوا، لم يقل ولا تختلفوا، والبون شاسع. فأما الاختلاف فإنه سنة من سنن الله في الخلق وفي الأنفس وفي الكون. قال تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال فسالت أودية بقدرها في الأفكار في الطروحات في المفاهيم. أحيانا القضية الواحدة قد نختلف في تحديد القيمة، حين سؤالنا عن القيمية عن قيمتها قد يكون الصواب متعدد، وهذا الذي يسود المذاهب الأربع والمذاهب الإسلامية. قد يكون الصواب بنسبة أكبر عند علان وعند فلان، وأقل عند علان وعند فلان، لكن نختلف. واختلف الصحابة لكن لا تفرقوا. اختلف من قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا الحديث أطرحه لأبين بأن القضية ليست مناقشة سند الحديث. الآن القضية تعلقت بخطاب مباشر من في النبي من فمه الشريف تلقفته آذان هي أوعى من الجميع في فهم مدارك اللغة وكنيها، ولا يحتمل تأويل. ولكن الصحابة اختلفت المفاهيم بين مدرستين، المدرسة النصية والمدرسة التي تغوص في روح النص ومقصد النص بما تسمى بالمدرسة المقاصدية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. صلى جماعة في الطريق وصلى جماعة ماذا؟ في بني قريظة. وما أنكر هذا عن ذاك، ولا ذاك الفريق عن ذلك الفريق. اختلفوا في الفقهيات وفي فهم الجزئية الفقهية، هل نصلي في الطريق قبل دخول المغرب أم نلزم ظاهر الحديث فنصلي العصر في بني قريظة؟ هذا لا يضر. لماذا؟ لأنهم اختلفوا ولكن لم يتفرقوا. لم يتفرقوا على الهدف الأسمى وهو إعطاء درس يؤدبون فيه جماعة عرت ظهر النبي بعد أن عاهدوه على عدم خيانته وهم بني قريظة. لم يحدث التفرق، حدث اختلاف، والاختلاف هنا ممدوح غير مذموم. ابن تيمية رغم أنه من المدرسة النصية إلا أنه رأى بأن الصواب مع من صلوا في الطريق. إذا ارتقينا إلى هذا الفهم فما أكثر المسائل، بل أقول إن جل مسائل الفقه وجل مسائلنا حتى في الاعتقاد أحيانا نقع في هذا الأمر. لو أننا تفهمنا هذا الموضوع لما حدث التفرق المذموم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مستحيل ألا يكون القرآن كفيلا بأن يوحدنا.
الإشكالية فينا وفي مفاهيمنا السقيمة، الأفهام العليلة. نحن نتهم العقول التي لم تفهم عن الله قصر النظر عندنا. القرآن كفيل بأن يوحدنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. هل هذه الآية تكلمت فقط على الصحابة إذ كنتم أعداء؟ هل تكلمت فقط على غزية كانت في قريش، على بعض القبائل، داحس والغبراء والأوس والخزرج؟ لا، القرآن عندما يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه يرمي بالماضي المضارع، يرمي بالماضي المضارع. عندما يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لا يرمي ذكر مكة فقط حتى وإن كان سبب النزول ماذا في مكة التي كفرت بأنعم الله وهم الرسل، وهم الرسل كما جاء في التفسير، وكفرت بأنعم الله مطلقا. ولكن العبرة كما يقول العلماء ليس بخصوص اللفظ وإنما بعموم السبب، عموم السبب. إذن أنت هذه القرية تحدث مع كل الأزمنة، وفي كل الأزمنة والعصور نجد من تكفر بالنعم. كذلك اليوم واذكروا يا مسلمين، عندما يقول تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، الخطاب للصحابة في غزوة بدر 317 ستقابلون 1300 واحد بعد أن عاد الأخنس بن شريق 300 وبقوا 1000. نعم، واذكروا إذا أنتم قليل يا تلاميذ محمد ويا صحابة رسول الله. ولكن الآية تسحب إلى أن تصل إلى أمتنا، واذكروا يا شعب الجزائر إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تتخطفكم فرنسا، فآواكم وأيدكم بنصره. كل العالم الإسلامي الذي استعمر وهكذا. إذن هكذا الإسقاطات في القرآن الكريم. وإلا ما معنى أخطاها أن نقول القرآن يصلح لكل زمان ومكان؟ دائما أكرر في الندوات وفي اللقاءات، القرآن قال على البحر على اليم قال تستخرجون منه حلية تلبسونها، وقال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أين هي هذه الحلية التي نلبسها؟ هل أخرجناها أم نحن عورات؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أرني اللؤلؤ والمرجان. قيمة ما تحفظه وما تتكلموه هو أن تستخلص منه العبر. عندك أقزخانة كما يقولوا خاوتنا المصريين من الأدوية، صيدلية، وتنظر في الأدوية بألوانها الزاهية، علب خضراء وحمراء، ماذا استفدنا؟ أنت عليل سقيم إذا لم تأخذ الأدوية وفق ما نصح به الطبيب وفي الوقت الذي نصح به الطبيب. هكذا حالنا مع القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن عندنا ونحن ظمأ نعيش التفرقة، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء من على ظهورها محمول. إذا ربنا قال واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون، إن التذكير والأمر به هو شعار هذا القرآن. وقد سمي القرآن بالذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. من معاني الذكر لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لابد أن تعيش عملية ماذا؟ التذكر اليومي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، واضح؟ طيب، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. إذا تسحب على كل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في حالات الضعف الذي قد تعيشه تحت وطأة استعمار أو نحو ذلك. هنا اذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما أجمل كلمة فألف. شيخنا الشعراوي يقول الكلمة تعشق موضعها، لم يقل فجمع. الجمع للأشياء المادية، كم من زعيم جمع حوله آلاف الناس ولكن ربما 90% يلعنونه، ربما جمعهم حتى يعطيهم المال. القرآن يذكر بأن الله يمن على نبيه حين قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت، لم يقل جمعت.
عندما تجمع بين عمار العربي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، تجمع بينهم جميعا فتؤلف. التأليف مادة فيها ماذا؟ الأنس والتقارب الروحي، وهذا مقصد الشرح، أن يكون الجسم متآلف روحيا. يا أخي في الهندي أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. إذا تداعى الناس بقيس أو تميمي قال فيقول هو فأبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخر الناس بقيس أو تميمي. لكن هذا المعنى من أين يأتي؟ من مادة الألفة، تآلف. تنقصنا مادة الألفة، وهذه من أعظم ثمار الاعتصام. ولعلنا في هذا الحديث سندندن حول معاني الاعتصام، ما هي الأسباب التي تجعلنا نعتصم بالله، ما هو الواقع، ولماذا تشرذمت أمتنا. هذه كلها سندندن فيها إن شاء الله. بارك الله فيك، حسنا عليك، شكرا جزيلا لكم سيدنا على هذه المعاني الراقية. أيضا نحتاج دائما العودة إلى القرآن كما ذكرتم، لنفهمه ولنتدبره ولنتذكر بمعانيه حتى نجسدها في واقعنا. نعود إلى الاستماع مرة ثانية إلى الآية مع عبد الرحمن بوجردة، ثم ننتقل إلى أستاذ يوسف والتحليل النغمي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم، حسن، شكرا جزيلا. عبد الرحمن بوجرده، تفضل اليكم الكلمه استاذنا الفاضل استاذ يوسف السلطاني، استمع ونستفيد من التحليل النغمي لهذه الايات والقراءه. لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. بارك الله في عبد الرحمن القارئ عبد الرحمن وهذا الصوت البديع والجميل
العذب الندي الصداح على هذا الأداء الجميل، وتحية من خلالك إلى أستاذك وصديقي وحبيبي إبراهيم لشمط، نوجه له التحية، هو من ساهم في صناعة هذا الصوت وهذا الجمال، نحييه من هذا المنبر. طبعا التلاوة التي استمعنا إليها تلاوة مرتبة، التلاوة الأولى كانت تلاوة مرتبة بمرتبة التدوير، استخدم عبد الرحمن نغمة البياتي ثم الحجاز مع استخدام جنس السيكاهي في الحجاز وعودة إلى البياتي، وتراوحت التلاوة بين نغمتي البياتي والحجاز مع استخدام نغمتي الكردي والصبا في النهاية، وهذا أمر يعني أنا أشكره عليه لأنه اقتضاه المعنى طبعا وهو مشكور على ذلك. التلاوة الثانية استمعنا إليها تلاوة مجودة بمرتبة التحقيق، والمعروف أن هذه المرتبة تتطلب مجموعة من الشروط ومجموعة من الأشياء التي يجب أن تتوفر في القارئ، طول النفس، قوة الصوت، درايته بعلم النغم أو بمجموعة كبيرة من النغمات حتى يوظفها أحسن توظيف، وجود كذلك ما يسمى بالزخارف والعرب، لأن هنا المطلوب هو تحسين التلاوة وزخرفتها وتقديمها في طبق من ذهب، فكل هذه الأشياء توفر في صوت عبد الرحمن، وكذلك صوته وداؤه بدون تكلف ولا تصنع، فصوته ينساب سيابا، وكل هذه الأشياء بسم الله ما شاء الله ربي حبه بها. التلاوة المجودة التي كانت مرتبة التحقيق كانت من نغمة البياتي، وكانت انتقالات طبعا انتقالات الكلاسيكية المعروفة في مدرسة الخشوع التي قرأ بها وهو متأثر بها، نغمة البياتي، البياتي الشوري، فالرست، فالسيكاه، فالنهاوند، والرست عودة في الأخير إلى نغمة البياتي، ومعروف أن أهل هذه المدرسة يتدرجون بين القرار والتوسط من منطقة أصواتهم إلى الجواب، وختاما العودة إلى قرار الصوت مع العودة إلى النغمة الأصلية التي بدأ بها التلاوة. مشكور أخي عبد الرحمن، بارك الله. شكرا جزيلا أستاذ فاضل السد السلطاني على هذا التحليل. أستاذ محمد براح، مثل هذه القضايا التي نطرحها في برنامج حديث الروح، ونحن اليوم في حديثنا عن وحدة الأمة، أن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه القضايا ما نصيبها في مجال الشعر، ومن الذي ينبغي لكتابة مثل هذه المواضيع؟ هل كل الشعراء عفوا يستطيعون أن يكتبوا مثل هذه المواضيع، أم أنها تحتاج إلى كفاءة معينة، تحتاج إلى مستوى لا أدري في التفكير أو في مستوى علمي حتى يستطيع أن يعالج مثل هذه القضايا المهمة؟ بارك الله فيك أستاذ طه، وأنا متشرف جدا أن أجالس حضرة الشيخ موسى مع الأستاذ يوسف والأستاذ عبد الرحمن، قراءة جيدة جزاك الله خير، وتحليل الأستاذ كان ممتعا مع الشيخ موسى. في الحقيقة موضوع وحدة الأمة إنما ينبري له المهتمون بأمتهم، غير المهتم بأمته خارج مجال التغطية، ولعلنا لا نكثر حوله الحديث باعتبار أنه اختار طريقا سلبيا مبتعدا عن الأمة. نحن نتكلم اليوم عن الذين يصنعون حدث الأمة، عن الذين يمدون سواعدهم لأمتهم، بل وعلى الذين فهموا الواجب، لأنه أحيانا الأمة نفرق بين النافلة والوجوب، في بعض الأحيان أين تكون بعض الأعمال مطلوبة منا نافلة، إذا قام بها بعضنا سقط على الآخر أو فرض كفاية، لكننا في بعض الأحيان مثل ما هو واقع بأمتنا الآن من تخلف ومن تسلط الفقر عليها والجهل وأشياء كثيرة تجتمع، وجب الآن على الطبقة المثقفة والنخبة أن تصبح نخبة فاعلة. ولذلك لعلنا نقرن بين اللغة العربية، ومثلا في اللغة العربية يسمون الفاعل، الفاعل مرفوع، كلمة مرفوع للفاعل معناها أن الذي يصنع الحدث إنما يكون مرفوعا له الرفعة. فالأمة التي تقضي على جهلها أمة مرفوعة، والأمة التي تقضي على فقرها أمة مرفوعة، والأمة التي تقضي على أزمة سكنها وأزمة صحتها وأزمة مستشفياتها وأزمة طرقاتها أمة مرفوعة.
بينما الأمة التي تستسلم نسميها المفعولة به منصوب، يعني لها صفة السكون وكأنها صارت، لاحظ حتى اللغة يعني تشرح ذاتها. ثم نذهب إلى أسوأ من ذلك عندما نقول عن الاسم المجرور، مجرور شيء مجرور يعني حاجة تكرها كرا وتجرها جرا فتصبح عديمة الجدوى. لذلك وجب على النخبة الفاعلة، وأقصد بالنخبة الفاعلة هي التي يكون لها أثر في الحياة وتكون لبنة إضافية لأمتها أو استمرارا لمشاريع الذين سبقوا. بعض الذين سبقونا جزاهم الله خير قدموا طوال حياتهم شيئا من الفائدة للأمة. اللاحق وجب أن يكمل ما بناه السابق، وهكذا نصبح لبنات إضافية في الأمة. لا أدل على وحدة الأمة إلا كما نريد أن نبسط للمستمع الكريم كيف أن الرجل حضرته الوفاة فقال لأبنائه: يا أبنائي عليكم بأن تكونوا جميعا ولا تكونوا فرادا، والله عز وجل يفضل دائما أمر الجمع على أمر الفرد، فأعطى للصلاة جماعة 27 درجة بينما أعطى للرجل الفذ وحده الفرد وحده في بيته درجة واحدة، ذلك لفضل الجماعة وفضل الكثرة على القلة وفضل وحدة الكلمة حول إمام واحد حول قبلة واحدة وهكذا. فجمع أبناءه فقال: أريدكم أن تكونوا من بعدي وحدة لا يعني تصمد في وجه الأعداء أو لا يطمع فيكم الآخرون. فأعطى لكل واحد عصا، قال: اكسرها، فكسر كل واحد عصا، وجاء الأمر ميسورا وسهلا. ثم جمع حزمة من العصي وجرب الأول فما كسرها، وجرب الثاني وجرب الثالث فما كسرها، قال: كذلكم أنتم إذا كنتم عصيا مجتمعا تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. إذا كنتم مجتمعين لن يكسركم أحد، لن يكسركم استعمار، ولن يكسركم جهل، ولن يكسركم. الآن ربما الناس يعتقدون بأن الاحتلال ينبغي أن يظل كالطرق التقليدية القديمة، طائرات ودبابات وسيدي فرج وبحر الدنيا والقرة والبارود والبومبات، هذه حرب. الآن صار العالم يمكن أن يغزوك وجالس في بيته عن طريق الآلات الحديثة، يعني أنت تنتظر دقيقك وتنتظر قمحك وتنتظر خبزتك من عندهم. فأي احتلال أعظم من هذا الاحتلال؟ هو لا يكلف نفسه وجهده بالطائرات ولا الدبابات، يكفي أن تظل باخرة القمح عنده وأنت تستجدي عدوك كي يحضر لك حليب الأطفال للرضع ودواء المرضى وقطع غيار الكهرباء والسيارات والقطارات. هذا بمعنى أن الأمة ينبغي أن تشعر بوخزة الضمير فيها، في أنها عندها كتاب أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تخلت عنه، فالذي حدث هو أننا صرنا تابعين لغيرنا. لذلك في الحقيقة الأمة مدعوة لأن تجد طريقها نحو أن تجمع جهدها وتجمع رايتها. لعل في شمال إفريقيا أنتبه إلى عوامل أساسية في الحقيقة، سوف أجرؤ قليلا على الشيخ موسى يعني فتجرأ عليه، في أن هذه الأمة جمع الله لها ما لم يجمعه في ربما أمم أخرى. عندنا القراءة في القرآن الكريم على الإمام ورشي وهو الغالب في دول المغرب العربي، وعندنا عنصر هام آخر وهو فقه الإمام مالك، وهو شيء يعتبر عامل تجميع وعامل وحدة للأمة. وشيء آخر هو الذي ينبغي أن ننتبه له جيدا، يحضرني أنه كان أحد العائلة
تسمحوا لي نهضر هذه بالدرجه سي موسى، خاطر المجتمع الجزائري يلزم نتمعدوا معاه ونفهموه في اللغه. اللي كاين جماعه راحوا يخطبوا في عروس وهما جايين من بلاد القبائل، بلاد اخواننا الامازيغ، وهابطين لجهه بسكره، العروس من جهه بسكره. فواحد قال لهم يا جماعه حبسوا، واش راكم ديروا؟ احنا هذو قبائل وهذو شاويه وكيفاه؟ فبماذا استدل الناس في ذلك المجمع الكريم؟ باش استدلوا؟ قالوا احنا عندنا عميروش والحواس. عميروش والحواس، على بالكم باللي ماتوا في نهار واحد مع بعض متعانقين يعني. فكان عميروش هابط من بلاد القبائل من تيزي وزو، يتلاقى مع سي الحواس من بسكره من الشاويه. وبالتالي حدث أن ذلك العرس صار عرسا جميلا وبهيجا، باعتبار أن السابق كان قد وحدته الأرض ووحده الوطن ووحده الدين على لا إله إلا الله وعلى إخراج فرنسا. وبالتالي وش عندنا احنا؟ عوامل القوة، عندنا قراءة ورش، وعندنا الإمام مالك، وعندنا ثورة التحرير. هذه المواد الصماء في بناء المجتمع الجزائري المتماسك، هذه مواد صماء وجب أن نعض عليها بالنواجد. بارك الله فيك، شكرا جزيلا استاذنا. نحن وانتم تجمعون بين الشعر والنثر، نستمع الى الشعر بعد ان استفدنا بهذه الافكار القيمه. الله يكرمك. انا عندي قصيده في حب الجزائر، حب هذا الوطن، عنونتها بحبنا الابدي. نعم. يا لمعة بين الدجى وغمامي، يا بدء أمنيتي وسطر هيامي، في مدح لؤلؤة الشمال عبادتي، تاه البيان ولا يبين كلامي. أن هتفت ففي كياني وشمها، باللون جادت ريشة الرصام. كل العواصف لا تحرك جذعها، فالجذع من وهج المسير الدام. والخيل تضبح والفوارس همة، ومعي يراعي منبري وحسامي. هذا الثرى جدي فداه بروحه، من ذا يبيع الحب بالأوهام. يا رعشة الكلمات تخرج من فمي خجلا، تئن من الفؤاد الظام. تصاعد الزفرات تشهد ربها، أن الجزائر فجرت إلهامي. في الحب في الشغف العظيم أحبها، لا حب عنترة ولا الخيام. والله يرفع ذكرها فأخالها فتانة من سالف الأيام. هزوا إليكم جذعها فستنجلي سحب وتمحى حلكة الإظلام. هي أمكم، هي أمكم، هي أمكم، وبذاك قول الشعر للأعلام. ترميك في اليم العظيم محبة لتكون موسى يا أجل إمامي. تبيض عيناها وتبصر من عمى، وتقول يوسف لو يكون أمامي. كن يوسف الصديق ينشر عدله وحصادها في موسم متنامي. أما إذا ما كنت نور محمد في قلبها فلأنت أعظم حامي. فتواي فتواي وليسغي الوجود لها معي في مذهب المدروس، في مذهب المدروس بالإحكام. من ليس يملك كالجزائر موطنا، عدوه في الدنيا من الأيتام. وجبت له الزكوات تخرج باكرا في مد حب كان للإتمام. من لم يكن وطن له فمشرد، حرمانه بين البرية نامي. من لم تبلله الجزائر بالندى، عاش الجفاف ومات دون مرامي. وأنا انتشقت جمالها وعطورها،
وجعلتها شربي وطيب مدامي، وجعلتني دوما أسبح باسمها، فاسم الجزائر في التلاوة سامي. بل في التفاؤل لا جزائر غيرها، بل لا جزائر مثلها قدامي. أرض وقد روى ذخائرها دم، لتكون أرض الفتح بالإسلام. صدت فلولا للغزاة بعزمها، بل لم تلن للجبر والإرغام. شكر الله وسمعكم. شكرا جزيلا على هذه القصيدة الرائعة والجميلة، رغم أن اسمي لم يذكر فيها، ذكر فيها يوسف وموسى ومحمد، وبقيت أنا وعبد الرحمن. لعل الله يرزقنا بقصيدة أخرى نسمع فيها أسماءنا. تفضل عبد الرحمن، امتعنا بوصلة فنية مع الفرقة، ما الذي ستقدمه لنا؟ سننشد إن شاء الله أنشودة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد السلام. إن شاء الله رفقة الفرقة. نعم. نقدم القصيدة. القصيدة نعم. هي لازمتها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة عليه، لكنها قصيدة مختارة لشاعر التوحيد محمد إقبال رحمه الله، التي يقول فيها: حطموا ظلم الليالي، واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي، وانشروا نور محمد. إن تخاذلتم فشلتم، أو تخليتم ندمتم، أو تعاديتم خذلتم، يا تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. أخفي الهوى ومدامع توبتي، أخفي الهوى ومعذبي حلو الشمائل أهيف، قد جمعت كل المحاسن في فكأنه بالحسن سورة يوسف، وكأنني بالحزن مثل أبي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. حطموا ظلم الليالي، واسبقوا ركب المعالي، حطموا ظلم الليالي، واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي، وابذلوا كل الغوالي.
شكرا جزيلا عبد الرحمن حسنتم، بارك الله فيك على الأداء وعلى هذا الصوت الجميل. إن شاء الله عبد الرحمن دائما في تدريبات وفي يعني في طريق الإنشاد يحاول التطوير دائما، هل هنالك جديد مع أظن دائما مع فرقة فرقة زهور متيجة؟ زهور متيجة تابعة جمعية شباب الإبداع، كنا أسسنا جمعية يعني مؤخرا لأن لقينا شوي يعني ظروف يعني في الانتقالات، بس مو أسسنا جمعية باش يعني باش تسهلنا الأمور الإدارية. نعم يعني والحمد لله حاليا أنا مشرف الفرقة يعني فنية في الفني في غياب أستاذنا إبراهيم نشمط لظروفه. يعني نعمل يعني إن شاء الله على تسجيلات إن شاء الله ونألفه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موفق إن شاء الله. شكرا عبد الرحمن بارك الله فيك. الله شيخ موسى نعود إليكم في حديثنا عن وحدة الأمة، تحدثنا عن أن أمتنا اليوم ينقصها الكثير خاصة إذا رأينا إلى التفرقة التي يسود لا أقول الكل ولكن يعني في جزء كبير من هذه الأمة الشنآن والصراعات ويعني عدم الوحدة، ما الأسباب في ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا في قوله سبحانه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. القرآن معادلاته واضحة، سنن وقوانين ونواميس، من أخذ بها وصل، ومن استكبر فإنها تكسره وتكسر ظهره. والقرآن آيه وآياته تمتاز بالموضوعية والواقعية، ومن أخذ بها في حركة الحياة في الأرض فإنه يصل. فالقرآن عندما قال مخاطبا المؤمنين إذا لقيتم فئة، اليوم نحن لا نواجه فئة، نحن نواجه كما ذكر الأستاذ محمد نواجه استدمارات واستخرابات على لغة شيخنا مولود قاسم نيت بالقاسم رحمة الله عليه، استخرابات من كل الأصناف والأنواع، قضية لم تعد اليوم دخول بالقبعات الزرقاء أو السوداء أو العسكر، اليوم نواجه فئات متنوعة تحمل أفكارا لاذعة مسمومة، هذه الأفكار تواجهك في ديارك، تحوم حول الحمى، تلج إلى مرقدك، إلى مطبخك، إلى مكان عملك، إلى إعلامك. لهذا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله كثيرا هو واعتصموا بحبل الله، دائما العودة إلى حبل الله، دائما التشبث بكل ما من شأنه أن يوحد، والتقليل وتقزيم وتصغير كل شيء يكون معول هدم وسبب ماذا؟ وسبب تفتيت لوحدة الأمة. فقال تعالى فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم للرجاء، لعلكم تفلحون في معركة الصدام المحتوم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. سنة كونية، الله سبحانه وتعالى قال ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيد الحق العليا لا يمكن أن تدمغ باطلا تحتيا إذا كانت متفرقة. يا ويحنا إذا توحد عدونا وتفرقنا وسهر عدونا ونمنا نحن ملء جفوننا. لم يعد الله الكسالى بخير، ربنا قال لنبيه لن أمدك بجنود يحرسونك فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. لماذا؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا يوجد شيء
يتمناه العدو أشد من تمنيه أن نتفرق، لأنه يستطيع أن ينال منا في حالة تشرذمنا. أليس من العجيب أن يقال لنا فاثبتوا ويقول لنا ربي سبحانه لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ونحن نتنازع وعدونا يتفق. اليوم عالم يعيش فيه الناس جميعا قانونه التكتلات العظمى، الأقطاب، القطب الكندي المكسيكي الأمريكي، القطب الأوروبي، القطب الأسيوي، وتأتي أنت بعقلية الدوار والدشرة تريد أن تقيم دولة وطنية. حتى الدولة الوطنية في غير وجود حزام لشمال إفريقيا المغرب الكبير لا يمكن أن تصمد. اليوم نتكلم على تكتلات، إذا كنت تتكلم على تفرق يحدث على مستوى البيت وعلى مستوى التشرذم على مستوى الرحم وعلى مستوى المسجد، كيف تستطيع أن تقاوم تكتلات عظمى؟ اليوم هذه الأسواق المشتركة العظمى الاقتصادية تقوم على أساس ماذا؟ إذا تكلمت على العدد، الصين كيف سيكون بترقب علماء الاقتصاد من أقوى الدول في سنة 2030؟ بماذا؟ هو قطب عددي ابتداء. أنت تتكلم على مليار ونصف المليار، يناطحون النصف مليار، فأنت تتكلم على صين تعادل العالم الإسلامي كله عددا. إذا تتخيل يفوقونك عدة وعادة، ثم تأتي بسياسة تشرذم وتفرق وفي البلد الواحد، الغربي غربي والشرقي شرقي. لا، لابد أن نعود إلى هذا الأمر الذي تكلم عليه القرآن وبه استطاع الرعيل الأول أن يصمدوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما أعظم هذه الآيات، أعجب لمن يقول سأنجح رغم تفرقي، سأنجح رغم تخلي عن أخي. التخلي على الأخ، أهذا منهج الذي يريد الوحدة؟ ها؟ قلت نختلف نعم، لكن لابد أن نتوحد، خاصة في المواقف المصيرية، المواقف التي يظهر فيها أهل الحق وهم على جبهة واحدة. على الأقل تكون فينا تلك الهيبة التي من خلالها رزقت ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أن نعيد هذه الهيبة. فتذهب ريحكم، ومستلزمات هذا الأمر الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. لماذا جاء بفعل واصبروا؟ ذكر في حدود 90 مرة في القرآن الصبر فيما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. لماذا؟ لأن قضية أن تجد أمة واحدة تتطلب التنازلات، العلو على الاختلافات، على حظوظ النفس، على الأهواء، على عبادة الهوى، على الإعجاب بالرأي، على عدم حب الزعامة التي تقتل أواصل المحبة وتقتل التضحية فينا. وبالتالي التنازل لبعضنا البعض يؤهل الأمة إلى أن تكون فعلا أمة قيادة وريادة. اصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة الأكارم، نحن في حاجة أن نفهم هذه المعاني. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقت تكسرت أحادا. إننا نضعف بتفرقنا. أما علمت يا أخي وأنت تقرأ القرآن حتى وإن صليت أحدا أن تقول اهدينا ولا تقول اهديني؟ صحيح. اختلف معي واكره من شئت، فإنك إذا صليت ستقول اهدينا الصراط. لماذا تدعو لمن تكرهه؟ لماذا تقول إياك نعبد؟ ما دخلك في أنا؟ أنت تختلف معي وتدعي بأنك تكرهني وتكره فلان وتكره فلان. لماذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا؟ نحن أمة تستقبل ربها ب 17 ركعة يوميا بقولها اهدينا اهدينا جميعا.
إياك نعبد وإياك نستعين، الجماعة، روح الجماعة. والله سبحانه وتعالى قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وطلب منا إعلان الولاء الفردي كما طلب منا إعلان الولاء الجماعي في سورة الجمعة، في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حتى وإن صليتم أسبوعا في أماكنكم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالجمعة لا تصح إلا في الجامع. حتى يستقر في خالد القوي أن الضعيف سجد، وفي خالد الضعيف أن القوي أمامه سجد، وكذا الرئيس أمام المرؤوس، وهكذا تتساوى الجميع في حركات السكون والسجود لله رب العالمين. هنا مكمن قوتنا، من هنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، في صف واحد. بارك الله فيك. الله أن يوحد قلوبنا ويوحد جهودنا في هذه الأرض الطيبة وفي أمة الإسلام جمعاء. أستاذ يوسف السلطاني، نستمع في هذه السهرة إلى وصلة فنية. لو تسمح أستاذ طه، سأضيف إلى البرنامج الذي سنحضره سنؤديه مع الفرقة، فرقة السامع، قصيدة هي بعنوان حديث الروح. هذه القصيدة هي التي كانت سببا في تسمية البرنامج، والذي قد سماه الأستاذ محمد عوادي الذي نحييه من هذا المنبر، طبعا بسبب هذه القصيدة العصماء التي ألفها وكتبها محمد إقبال رحمه الله. سأنشدها يعني غناء لو تسمح، لأن فيها معاني قوية جدا وتناسب موضوعنا اليوم. قد لحنها الملحن الكبير رياض الصنباطي، وغنتها سيدة أم كلثوم في نغمة الهزام. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبنوا العلا متفرقين. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد
رب الأنام إله واحد رب الأنام إله واحد رب الأنام. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، كلمات رائعة جدا كلها، لا مفاجأة. نعم جميلة، أحسنتم، بارك الله فيك أستاذ يوسف. نعم، مع الفرقة، الفرقة مع الفرقة دائما مع محمد إقبال، وهو طبعا شاعر. نعم، عنوان القصيدة، أظن أن أستاذ محمد بن راح يشاطرني الرأي. نعم، قصيدة لحنها وأنشدها الأستاذ القدير أبو الجود محمد مهدي السرميني، والتي كتبها الأستاذ محمد إقبال رحمه الله: الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا. قد حور تقريبا البيت الأول فصارت: الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أعددنا الروح له سكنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع لنصرتنا. محمد كان
شكرا، احسنتم، بارك الله فيك استاذ يوسف. والفرقه مشكوره ايضا على ادائها وابداعها في كل مره، دليل الاجتهاد والجد ايضا. شكرا جزيلا لكم استاذ يوسف. استاذ محمد، نستمع الى قصيده اخرى تتحفنا بها في هذه السهره، تفضل اختر ما تشاء. والله ربما نزيد. نعم تفضل. نقطه صغيره يعني، في حتى لا يعتقد المستمع بأنه لا أمل والأمة تمزقت والأمة تفرقت، وين الحل؟ الطالب يجي قال راها راحت خلات، والمنشد يجي قال اجلدني وكذا. لا، الأمة هذه فيها عناصر بقائها وعناصر حياتها. شوف، رب العالمين سبحانه وتعالى كيبدأ بالأسرة، كيبدأ بالأسرة باش نبسطها مليح. وش قال؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شو معنى بلغ الكبر أحدهما؟ معنى ذلك أن التواصل بين الأبناء والآباء مستمر حتى حالة كبر الوالدين. أسقط هذا على أمتك، أنك ستظل متواصلا مع أمتك مفيدا لها مطيعا لها حتى ولو أصاب أمتك شيء من الكبر. الكبر بمعنى شيء من التخلف أو شيء من الضعف أو شيء من العجز. إذن وجب أن ندرك نحن ما هي عناصر العجز. هذا جانب في الأسرة، يعني باش الإخوة يعرفوا باللي إحنا إذا كان البنت طاع والديه راهو دخل في مجال توحيد الأمة. يعني استاذ، وهذا العجز نتعامل معه وان نساهم في جيد، نساهم في ان نتلافى عناصر الضعف. ثم تاتي بعد ذلك، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر اجتهد اجتهادا في الحقيقه صحيح ان الله تعالى لامه فيه، ولكنه اجتهاد عظيم بحيث جعل تحرير الاسرى كل واحد يعلم 10. فجئت أنا إلى مسألة المسجد كمؤسسة مجتمعية مهمة يلتقي فيها أهل الدشرة وأهل الحي كل يوم 5 مرات لمناقشة شؤونهم مع إمامهم. نعم. وأن يظل هنالك عنصر تفاهم مع ذلك الإمام ليعالجوا قضايا الحي. ثم تأتي بعد ذلك التعليم وهو المدرسة، ثم ننطلق إلى
إقامة العدالة الاجتماعية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عجب الناس بطوله ولا بلباسه، وإنما كان نموذجا يقيم العدالة في نفسه وأقامها على مجتمعه، فأحبه الناس. قال: أيها الناس عليكم بالسمع والطاعة. قال سلمان: لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك بهذا الثوب. نعم. قال: قم يا عبد الله وليد. وقال له: الثوب هذا راه جات قطعة قماش قسمناها قطعة قطعة، بوي راه طويل ما جاتوش، أنا أعطيته القطعة نتاعيها وجملها دارها ثوب. يعني معناها تبرير، لابد من اللي فاكتور هذو، وراهم الدراهم وين راحوا. قال: احنا الدراهم راحوا في قطعة كتان زادها عمر على الناس. لما فهمهم عرف باللي عمر القناة لازم ما تكونش مغلوقة، لازم يفهم الناس قدام في الجمعة. قالها سلمان في الجامع، ما قالوش استنى نروح ونفهمك، لا في الجامع. ثم قال له: نوض يا عبد الله، فهمها الأمة، روحت هادئة وروحت مطمئنة، ما راحتش تعبانة. قال: شفت واش قال له؟ والله سكت ما جاوبش ما ردش. واه كاينة حاجة؟ لا 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 ما كان حتى حاجة، حبسوا الناس اقعدوا كيما راكم. نوض عبد الله فسر لنا، تفسرت، روحت الناس متوحدة، ما خلاوهاش غموض. لذلك أنا لا أجد شيئا أقوله أجمل من أن أمدح النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في قصيدة، لست أدري إن كانت هذه قصائد أي. نعم ما شاء الله كثرت عليكم القصائد. أي نعم. أستاذ الله يبارك، إنتاجه غزير ما شاء الله عليه. الله يكرمك ويبارك فيكم. أمين. إن شاء الله. أمين. أقرأ جزءا من قصيدة. نعم. في الحق هي طويلة، لكن أقرأ جزءا منها بمناسبة المولد النبوي الشريف. نعم. وكنا قد أقمنا حفلا في المسجد فسمعها المصلون، حتى كنا نتكلم على المسجد كمؤسسة ينبغي أن تقوم بدورها في توعية المجتمع. أبلغ سلامك مرتين، أبلغ سلامك مرتين وقبلة بل قبلتين، ودمع عينك جاري. والله ما عرف الزمان ولا رأى مثل النبي المصطفى المختار، فأراه في داج الليالي نجمها، وأراه من أرقي مع الأسحار، وأراه طيفا في يديه نعومة رفقا بدمع المسكب المدرار، شلال عطف حين بلل وحشتي، ومرافقي في الحل والأسفار. أفلا صحبت محمدا في نزهة في خلوة الكلمات والأذكار، أفلم يداعب مقلتيك خياله في لوحة الفنان والأوتار. دندنت صلوا يا رفاق محمد زيدوا الصلاة لسيد الأطهار. أفلم تجرب ذات يوم دمعة مزجت عبير الشوق للمشوار، وهفت إليه الروح تسأل ربها قالت متى سأكون في الزوار. سيرق دمعك هائما بغرامه، ويلين قلبك للهوى الموار، من دون ما إذن تربع حبه في القلب ممتزجا بلا إشعار. فمحمد أشهى الشراب ليشتهى أو يجتلى لا ينتقى ببهار، ومحمد شهد السماء على الدنا، ومحمد في الريق طيب ثماري، ومحمد مسك تغار عطوركم من ريحه يا فطنة العطار، ومحمد يده تلامس مبتلا فتجود بالرحمات كالأمطار. وسمعت عنه ببطن أمي مرسلا منذ الصبا ونعومة الأظفار، وكأنما نفسي فداه ومهجتي أمي أبي وأقاربي وصغاري، ما عدت أخفي ما تكن جوارحي، كالبحر يظهر روعة المحار. وهل المحب سوى عذاب طاهر عبثا يغطي
دمعه ويداري. شكر الله وسمعكم. الله فيك، شكرا جزيلا لكم على هذه القصيدة الرائعة والجميلة. عبد الرحمن، قبل الختام وقبل الوصلة التي ترافقك فيها الفرقة، استمع إلى موال أو استخبار من دون الفرقة طبعا، تفضل. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أحسنت، بارك الله فيك عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، إن شاء الله كل توفيق نرجوه لك في مستقبلكم في مجال الإنشاد. نختم معكم شيخ موسى كلمة أخيرة، سنعود إليه طبعا لنستمع. شيخ موسى لم يشبع من الإنشاد ومن هذه النغمات الجميلة، معلش هكذا في دقيقة فقط معكم فضيلة الشيخ، لأن الموضوع مهم جدا وأمتنا بحاجة إلى نصائح، بحاجة إلى أفكار، لعل هذه الأفكار تجد قلوبا صادقة حتى نوحد أو نكون سببا في توحيد هذه الأمة. لا شك أننا نأمل كما قال أخي محمد الأستاذ أننا نثمن كل معالم الوحدة، نثمنها وما أكثر هذه المعالم، الوطن الواحد، الدم الواحد الذي أريق وسال تحت أرض الجزائر وتحت سمائها، أن نتذكر بأننا كأمة الجزائر إذا خصصنا الخطاب أنه لا سماء لنا إلا سماء الجزائر، ولا أرض لنا إلا أرض الجزائر، وأن السفينة سفينة النجاة هي بلدك التي أنت تعيش فيها، والذي ينادي بالوحدة ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا هو إنسان يشد على يد من يريد أن يخرق السفينة، لأن بخرقها هو إزالة لمعالم الحياة للمجموعة لا للفرد. الفرد بإمكانه أن يهلك أمته إذا ترك يخرق هذه السفينة. ندعو الجميع أن نحافظ على سفينة النجاة، أن نشد على يد ظالم أو أي ظالم يريد أن يفسد في الأرض. قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا علمنا كيف ننصره وهو ظالم، كيف مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم، قال أن تشد على يده. بهذه المعاني نحرك القلوب، نحرك الأفئدة، نحرك العقول، ونقول يا قوم فلنتق الله سبحانه وتعالى في أخوتنا، في محبتنا، في حسن جوارنا، في صلة رحمنا، وأن ننظر ونثمن لكل جميل في أمتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. أمين. إن شاء الله. شكرا جزيلا، ثابك الله فضلا جزيلا على هذه الكلمات النيرة. نزولا عند رغبة الشيخ موسى نستمع إلى وصلة ختامية في هذه السهرة معكم عبد الرحمن ومع الفرقة أيضا، تفضل. Thank you.
تتزاحم التيجان في أعتابه شرفا تتزاحم التيجان في أعتابه شرفا وتروج الفوز بالرضوان شمسي أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرّ وبشير السعد قال بلبل الإقبال غرّ وبشير السعد قال يا هنا نبي محمد شمسي أفلاك الكمال الكون
أحسنت عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، شكرا للفرقة، شكرا لحضوركم أيضا معنا، كل التوفيق مستقبل. أستاذنا الفاضل أستاذ يوسف سلطاني، شكرا جزيلا لكم وعلى جهودكم أيضا في إنجاح وفي مرافقة المنشدين من ضيوفنا الأعزاء بهذه الفرقة المتألقة أيضا من العازفين. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل وشاعرنا القدير الأستاذ محمد براء على الحضور وعلى الإفادة. الشيخ موسى لكم منا جزيل الشكر على كل ما تفضلت به، كل ما تعلمناه منكم في سائر حلقات حديث الروح. مشاهدينا الأعزاء لكم منا جزيل الشكر على كرم الإصغاء والمتابعة. شكرا لفرقة الفرقة التقنية أجي ثلاثة، شكرا لزميل سفيان ديب والمخرج محمد كمال حمزة والإشراف العام محمد عوادي. ألقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.